احنا حمد لله نعرفوه اليوم حمد لله القدام بالقدام بالقدام. الحمد لله يا ربي واحد الحمد لله معناتها رجع الفورما ونحب نوصل ميساج معناتها برشا عباد معناتها شكوا معناتها قالوا حمد لله الاخر طاح واحد لكن معناتها كما تشوف نتصور اي جمعيه تعرف ليتوال كيفاش تلعب تعرف ليتوال يطلب معناتها على الجهه اليمين صحيح معناتها فما ماتشوات تبدا معناتها اللعبه مسكره ما نجمش نظر كيما الفوق وزيت معناتها راني معناتها اصلي مدافع مانيش مهاجم لكن الحمد لله اليوم معناتها قمت مباراه ممتازه كيما القدام كيما التالي ان شاء الله يا ربي يكمل على المنوال هذا وان شاء الله معناتها نلقى فورم نتاعي اللي متعود عليه ان شاء الله. من خلال ماراثون تاع الماتشوات رينا فريشور فيزيك اليوم النجم الرياضي الساحلي حقيقه هذا اللي نحسبوه عليه اليوم. والله صحيح نتصور كيما كي ترى جمهور كيف هكا وترى اجواء كيف هكا ومعناتها وماتش كبير كونتر الترجي الرياضي التونسي ما تصورش معناتها كان تبدا فيزيكمون طايح الحمد لله لعبنا بقليب اليوم جبنا 3 نقاط وبقدره ربي ان شاء الله باش نكملوا على المنوال هذا واي مباراه ان شاء الله نربح 3 نقاط ان شاء الله.